متابعينا متابعي اليوم السابح في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في بث مباشر جديد من تلفزيون اليوم السابع. النهارده متواجدين مع ناديه 17 سنه، اول صانع كنافه بلدي من الفتيات داخل محافظه بني سويف. اتعلمت المهنه من والدها اللي بيشتغل في المهنه دي ليه 23 سنه. النهارده احنا متواجدين داخل قريه تزمنت الشرقيه في محافظه بني سويف، هنعرف اكتر هي ازاي اتعلمت المهنه، ووالدها هيكلمنا اكتر عن مهنه الكنافه البلدي. ناديه صباح الخير وكل سنه وانت طيب. اتعلمتي امتى وامتى ابتديتي ان انت تشتغلي في الكنافه؟ اتعلمت الكنافه من بابا من 23 سنه. فهو عنده المهنه دي حلوه، شغال يعني كنافه حلو. علم ماما واخويا وانا حبيت اتعلم منه. اتعلمت منه الكنافه ليا 17 سنه. انت ليكي 17 سنه، انت مولوده ليكي 17 سنه. تشتغلي وانت في سنه كام بقى معاه؟ يعني بتساعديه كده؟ ثلاث سنين بتساعديه. ثلاث سنين حبيت اساعده. فهو مين اللي علمك ان انت تلفي اللفه دي كده؟ بابا هو اللي علمني. كان في صعوبه الاول بالنسبه لك؟ يعني غلطتي قبل كده؟ ايوه غلطت. واحده واحده كده الواحد بيتعلم. وانا عرفت يعني اتعلمت بسرعه. اشتغلت يعني معاك. طيب قولي لنا ايه الفرق، تعرفي الفرق بين انت بتعرفي تعجني تعملي العجينه؟ ايوه بعرف اعجن. طيب عارفه الفرق بين الكنافه البلدي والكنافه اللي هي الشعر؟ الشعر. الفرق ان الكنافه البلدي ما بتحطلهاش اي حاجه في العجين، ميه ودقيق بيعملوا على العجان. الكنافه الشعر بتطلع رصيع وبيتحطلها نشا وبيتحطلها فانيليا والحاجات دي، دي ما بتحطلهاش اي حاجه. احنا في بلد ارياف، لا انت ما بتشتغلي مع والدك كده في الكنافه بتكوني زعلانه ولا بتكوني حاجه، ولا انت بتبقي مبسوطه ان انت بتساعديه كده؟ مبسوطه ان انت بتساعديه كده. طيب تمام اتفضل. متابعينا متابعي اليوم السابع، متواجدين داخل قريه تزمنت الشرقيه بمحافظه بني سويف، ومعانا ناديه اللي اتعلمت عمل الكنافه البلدي من والدها، وبتقف بتساعده وبتشتغل معاه، وهي بتكون سعيده انها بتعمل في الكنافه البلدي. وزي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله هي اتعلمت من والدها وبقى عندها خبره كبيره في الموضوع ده. طيب ناديه قولي لنا الزباين بقى لما بيجي الزبون او الزبونه اللي من القريه من هنا بيحب ياخدوا الكنافه منك انت ولا من والدك، يعني اللي بيتعلم اكتر؟ عادي يا حبيبي معروفه وكل حاجه معروفه، فانا وبابا واحد يعني. طيب تمام. معانا استاذ ايمن، ممكن تيجي لنا كده؟ انت بتعمل القطايف؟ كل سنه وانت طيب. خليك يا ناديه مع والدك، ولا انت هتشتغلي على القطايف؟ على القطايف. انتوا بتبدلوا مع بعض؟ والله احنا باشا طبعا الكنافه بتاعتنا معروفه، وانا دي 23 سنه شغال في الشغلانه ديتي، فطبعا يعني الشغل في سحب عندي في الشغل، لان الحاجه معروفه واللي بياخد كيلو بيرجع تاني، والحاجه البلد يوكل زي ما بيقول يعني. وبعدين انا بعملها خفيفه يعني، يعني ما بحطش الغربان على ثلاث مرات او اربع مرات، هم اللي في لازم يطلع الغربان زي كده. يعني ايه يطلع ايه خفيف. فطبعا الكنافه البلدي لها زبونها ولها اكلها ولها ناسها، يعني في ناس تحب الكنافه البلدي كتير. طيب في ظل المنافسه دلوقتي مع الكنافه اللي هي بتتعمل على المكن، انت شايف ان في مهنه الكنافه البلدي هتنقرض، ولا انتوا بتنافسوا معاهم؟ احنا بننافس، لان احنا طول ما في زبون من الناس اللي هي برضه بتحب اكل الكنافه البلدي زبونها موجود، وزبون الكنافه الشعر موجود. يعني في ناس تحب الشعر، في ناس تحب البلد، بس البلدي اكتر عندي، لان البلدي ما بتحطلهاش اي حاجه. قول لنا بقى عجينه الكنافه البلدي بتعملها ازاي؟ عجينه الكنافه البلدي طبعا انا عندي جهاز كده بيعمل نص كيلو. يعني في ثواني نعمل مثلا الحل في العجين، بيعملها لي في ثواني، عجين وميه بس وعلى الكهرباء. لو قطعت الكهرباء ما بشتغلش، وقف حالي. ما بحبش اشتغل شغل يدوي. بالنسبه للعجين، بالنسبه للعجين ما بحبش ان انت تستخدم ايدك في العجين ابدا. ابدا، ولا اللي بيعجن يحط ايده. هي كوبايه سيليستيل ياخد من الشوال ويحطه في الكوز بتاع الجهاز ويضربه زي الخلاط كده بس. فبتطلع العجينه عندي تقوم يا باشا
العجينه عندي زي اللبن الحليب. لا مصفى ولا اي حاجه. مناسبه اللبن انت قلت لي قبل ما نسجل ان انت بتعمل يعني ممكن زبون يطلب منك ان تبقى انت تضيف لبن للعجين. في زبون دلوقتي عرف مني يعني لما بقول له هات لما يكون الزبون عزيز عليا اقول له ايه هات كيلو لبن عشان اعمل لك كيلو كنافه. باجي ضرب اللبن بدل الميه يعني بدل الميه تطلع الكنافه زي ما هي برضه عادي لما تتعمل في الصينيه. وبالمناسبه الكنافه البلدي بتاعتها ما بتخشش الفرن نهائي. دخلت الفرن بتبوظ. بتتعمل ازاي بقى؟ بتتعمل على العين بتاع البوتاجاز من فوق. يعني لازم يكون على العين بتاع البوتاجاز وعلى نار هاديه وتتقلب زي الناس بتاع زمان. وفي ناس بتعملها على الفحم وفي ناس بتعملها على القوله. انما لو دخلت الفرن باظت الكنافه بتاعتها. انت بتشتغل في رمضان بس ولا ولا طول السنه بتكون شغال؟ السنه طول في رمضان غير رمضان ما اقدرش لان دي شغل انت دي شغل ما عنديش شغل حكومه ولا عندي. طيب انت فكرت ان انت تجيب مكنه وتشتغل بالكنافه ولا انت حابب المهنه دي؟ انا حابب المهنه اللي انا فيها دي الكوز البلدي والصينيه البلدي والفرن البلدي ما اقدرش اغيرها حتى لو طلعوا مكنه بتاع قطايف كده ما بشتغل بهاش هي الشغل اللي عندي البلدي اللي انا حابب الشغل بتاعي. انت مع الكنافه بتعمل قطايف؟ تعالي هنا ناديه انت اتعلمتي الاثنين كده صح؟ اه. طيب انا الافضل بقى بتحبي تشتغلي على الكنافه ولا على القطايف؟ بتلاقي نفسك في الكنافه. بتبداوا الساعه كام؟ عادي احنا في ايام بنبيع وفي ايام انتوا قريبين يعني قريبين من البيت يعني قولي لي كده شغلكم في رمضان بتبداي العجين بتعمليه الساعه كام؟ العجين ده عاد على طول الطازه على طول. يعني انتوا العجين يا استاذ ايمن انتوا بتعملوا العجين بالطلب؟ مش بالطلب يعني طازه اول باول. أول يعني ما بتعملش كميه كبيره؟ لا لما اول ما اخلص العجين عشان الجو حر وطبعا البيت قريب فبعمله على الجهاز مثلا 2 كيلو دقيق ب 2 كيلو دقيق يخلصوا اعمل غيره وهكذا. طبعا المدام مع قاعده للعجين مخصوص واحنا والبيت بنبدل بعض. طيب ناديه على فكره كل الناس اللي بتتابعنا على تلفزيون اليوم السابع هم بيهنوكي وبيشكروكي وبيقدموا لك كل الشكر ان هم فخورين بيكي.